الحكومة دي ما عادش حكومة للرئيس الجمهورية ولا رئيس مجلس النواب، حكومة الشعب، هذه حكومة البرلمان اللي مثل الشعب، لأنه يستمد شرعيته من ثقة البرلمان، وهذه معناها حاجة مش صحيح، هذا افتعال معارك وهمية. ما فهمش معركة بين رشد غنوش وبين قايد سعيد، بل هناك تفاهم واحترام متبادل. انا يعني قريب من راشد غنوجي، ما لقيت حتى مره راشد غنوجي يحكي لي عنده مشكله مع قيس سعيد.